بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة متوسط، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء. أيضا يوم جبت لكم نموذج رائع لمراجعة الاختبار القادم، اللي راح نتمنى أنكم راح تنجحوا كامل في هذه الاختبارات وراح تنتقلوا جميعا إلى السنة الرابعة متوسط. بالتوفيق للجميع، نبدأ على بركة الله. إذا جبت لكم وضعيتين. الوضعية الأولى طبعا ما تشوفوش على التنقيط لأنني نقصت تمرين، وهو كان على يعني شفتوا بلي غير مهم باش نعرضه عليكم، حبيت فقط ندير لكم دروس الفصل الثالث. إذا تقول الوضعية الأولى: أثناء حصة الأعمال التطبيقية وبغية معرفة قيمة المقاومتين، قام الأستاذ رفقة التلميذ بربط المقاومتين على التسلسل مع المولد، ثم أضاف جهاز لقياس شدة التيار الكهربائي وجهاز لقياس التوتر بين طرفي المقاومة. طبعا نعرف أن جهاز لقياس شدة التيار الكهربائي هو جهاز الأمبيرمتر، أما جهاز قياس التوتر بين طرفي أي عنصر كهربائي هو جهاز الفولتمتر. جهاز الأمبيرمتر يربط دائما على التسلسل، أما جهاز التوتر يربط دائما على التفرع. بما أننا رانا في مراجعة الاختبار راح ندلكم إن شاء الله جميع المعلومات، حيث شوفوا معايا واش تلاحظوا هنايا، مكتوب E يساوي ET يساوي 19 فولت. نشرحها لكم، دائما كي تشوفوا E واش معناتها، هو رمز للقوة المحركة تاع المولد تاعنا. ET يعني التوتر الكهربائي بين طرفي المولد. إذا شفتوا في بعض الحالات تكون E تساوي ET، احنا قلنا أن ET أصغر أو تساوي من E، ولكن في هذه الحالة دلالة المولد تساوي التوتر الكهربائي بين طرفي المولد. أتمنى أن في كل مرة راح نعيدها لكم باش تثبت المعلومة. التوتر بين طرفي المقاومة R1 هي 16.32 فولت، شدة التيار الكهربائي الكلي 0.269. دائما كي تقراو المعطيات استحضروا المعلومات اللي تعرفوها. منكم شي شدة التيار الكهربائي الكلي إيتي، احنا نعرف ان كي تكون الدارة تاعي على التسلسل فان شدة التيار الكهربائي على جميع نقاطها متساوية. استحضر كل المعلومات. السؤال الاول يقول: اوجد شدة التيار الكهربائي المار في كل من المقاومة الاولى والمقاومة الثانية. الان راح نعرض عليكم، ما نقاهلكمش باش ما نضيعشكم الوقت، فقط هنايا قبل ما ننتقل الى الوضعيه الثانيه، هنا خذوا بالاعتبار هذه الملاحظه جد جد مهمه. واش تقول الملاحظه؟ خذ رقم بعد الفاصله واستعمل تدوير الوضعيه الاولى. يعني كي راح نحسبوا المقاومه راح نلقاوها بالفاصله، كي نستعمل الاله الحاسبه ناخذ رقم واحد فقط وراء الفاصله ثم استعمل التدوير الى الوحده. هذه كمعلومة فقط، يعني حذاري من أنكم تتجاهلوها. عندكم الوضعية الثانية طبعا لمن يريد أن يحاول فيها، ما عليكم إلا أخذ صورة ثم بعد ذلك راح تحاولوا وإن شاء الله راح تستفادوا أكثر وأكثر. نبدأ على بركة الله، نقرب لكم قليلا الصورة باش تاخذوا صورة كاملة. إذا كانت هذه الوضعية الثانية، نبدأ على بركة الله في حل الوضعية الأولى. إذا الحل النموذجي راح يكون كالتالي: دائما كتبوا رقم الوضعية، نكتب الوضعية رقم واحد ثم بعد ذلك أحاول أن أجسد المعطيات. وش يقول المعطيات؟ شوفوا معايا، يقول أثناء حصة أن أثناء حصة الأعمال التطبيقية وبغية معرفة قيمة المقاومتين R1 و R2، قام الأستاذ رفقة التلميذ بربط المقاومتين على التسلسل مع المولد. هنا وش يقصد هنايا؟ يقصد أن هناك دارة كهربائية تحتوي على مولد ومقاومتين R1 و R2، أضاف جهاز قياس شدة التيار الكهربائي، إذا أضاف جهاز الأمبيرمتر وأضاف جهاز الفولتمتر. نحاول ندير دارة كهربائية، شوفوا معايا، درت دارة كهربائية تحتوي على مولد، المقاومة الأولى والمقاومة الثانية طبعا نعلم الرمز النظامي تاعها هو عبارة عن مستطيل. إذا نكتب R1 R2، ثم قال جهاز لقياس شدة التيار الكهربائي الأمبيرمتر، ثم أضاف بين طرفي المقاومة R1 جهاز الفولتمتر. السؤال الأول يقول:
احسب شدة التيار الكهربائي المار في كل من ار واحد و ار اثنين. احنا واش نعرفو في قانون الشدة؟ قرينا قانون الشدة واش يقول؟ اذا يقول ان كي تكون عندكم دارة على التسلسل فان شدة التيار الكهربائي اللي راح تخرج من هنا اللي راح نسميها اي توتال، الشدة الكهربائية الكلية، ماذا تساوي؟ هي نفسها اللي راح تخرج من هنا اي واحد، اللي راح تخرج ايضا من هنا اي اثنين، يعني جميع الشدات متساوية. طبعا هذا فقط يخص الربط على التسلسل. اذا واش نكتب الاجابة؟ نقول الدارة او نقول في الربط على التسلسل حسب قانون الشدات فان اي توتال تساوي اي واحد تساوي اي اثنين وتساوي القيمة اللي مدوها لنا 0.269. هذا هو الحل النموذجي لهذا السؤال. اذا فقط كملاحظة ما تنساوش انكم كي تجاوبوا لازم تكتبوا شدة التيار الكهربائي المار في ار واحد نرمز له باي واحد، وشدة التيار الكهربائي المار في ار اثنين، هنا عفوا ار هذا هنا في ار اثنين هو اي اثنين. اذا قلت انها القيم متساوية في جميع نقاط الدارة الكهربائية كي تكون على التسلسل. ننتقل على بركة الله، يقول احسب قيمة المقاومة ار واحد وقيمة المقاومة ار اثنين. هنا دائما رانا في الربط على التسلسل، واش راح ندير؟ حنا نطبق قانون اوم، بتطبيق قانون اوم طبعا واش يكون قانون اوم؟ ان المقاومه ماذا تساوي؟ اذا نكتب اولا الدستور واش يقول؟ يقول تساوي التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومه ار واحد تقسيم الشده المره بها. اذا نقول بتطبيق قانون اوم، نكتب القانون اولا ثم التطبيق العددي. نبداو طبعا بالمقاومه ار واحد، اذا نتابع واش تساوي اولي واحد تاعي. هاوليك مدهولنا اولي ار واحد يساوي 16.32 فولت. طبعا المقاومه باش تخرج لكم يعني القانون تاعها الوحده تاعها هي دائما الاوم. باش تخرج لكم الوحده اوم لازم هذا يكون بالفولت دائما وهذا يكون بالامبير. اذا كان غير هذه الوحدات نحول الى الفولت والامبير. اذا اعوض، اذا قيمه ار واحد ماذا تساوي؟ عندي قيمه التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومه اللي هي 16.32، ما نكتبش الوحده، تقسيم اي واحد. اي واحد ماذا تساوي؟ معطات قلنا انها متساويه في جميع نقاط الداره 0.269 امبير. هنا نقسم على 0.269 ما نكتبش الوحده. اذا نكتب النتيجه، هنا راح تخرج لكم بالتقريب. ناخذ رقم واحد بعد الفاصلة لأنه مكتوب في الملاحظة أننا نأخذ رقم واحد بعد الفاصلة، راح يخرج لكم 60.6، ولكن بالتدوير إلى الوحدة. إذا بالتدوير إلى الوحدة لأن مدهلنا كملاحظة، واش نلقاو؟ آر واحد تاعي كي ندوروها الفاصل هنا 6 أكبر أو يساوي من 5. اذا كي يكون من 5 فما فوق نضيف هنا واحد، اذا راح تولي لي ار واحد تساوي 61 اوم. ما ننساش الوحده، دائما القاعده تاعي المنهجيه تاعي اضع النتيجه في اطار، وبالتالي قد اجبت على حساب المقاومه الاولى. هنا يطلب مني حساب المقاومه الثانيه، نولي للداره تاعي. اذا باش نحسب حسب تطبيق اوم، باش نحسب مقاومه ار2 لازم لي التوتر الكهربائي بين طرفي ار2، ثم بعد ذلك عندي شده التيار. اذا هناك طريقتين، يا اما هنا بتطبيق قانون التوترات. واش عندي في قانون التوترات كي يكون الربط على التسلسل؟ ان التوتر الكلي يو تي يساوي مجموع التوترات هنا، ولكن نلقى صعوبة أخرى أن ما عنديش أولي اثنين مرة أخرى، عندي أولي واحد ولكن ما عنديش أولي اثنين. واش نطبق هنا؟ نطبق شيء آخر، أن في دارة كهربائية كي تكون عندي مقاومتين فإن المقاومة الكلية تاع المولد تساوي مجموع المقاومات. بما أن
المقاومة الكلية للمولد معلومة، عندي التوتر عندي الشدة، وهنا المقاومة R1 معلومة، راح نجبد R2 بدلالة R1 ومقاومة المولد R2. إذن أولا إذا نقول حساب قيمة المقاومة R2، ولكن قبل ذلك نحسب قيمة المقاومة تاع المولد. إذا نكتب حساب قيمة المقاومة R2، نقول في دارة كهربائية على التسلسل بتطبيق قانون أوم، وش عندي؟ عندي المقاومة الكلية RT اللي نسميها RT، نكتب لازم نشرح RT ما هي، هي المقاومة الكلية اللي هي مقاومة المولد، باش نشرح لكم أكثر وأكثر. إذا المقاومة الكلية ماذا تساوي؟ RT بتطبيق قانون أوم وش قلنا؟ هي مجموع المقاومتين R1 زائد R2. يكون عندي عنصر آخر كهربائي نضيف R3 وغير ذلك، ولكن عندي مقاومتين فقط. الآن R1 نعرف القيمة تاعها، قلنا أن القيمة تاعها هي 61 أوم. بقالي إذا RT، RT تاعي ممكن حساب قيمتها، إذا نكتب حساب قيمة RT. طبعا باش نجبد R2 ماذا تساوي؟ R2 تساوي RT، نديرها كمعادلة، نرد R1 للطرف الأيسر تولي لي ناقص R1. إذا ما علي إلا نحسب RT اللي هي ممكن حسابها، لأن أنا عندي التوتر الكهربائي المطبق بين المولد وعندي شدة التيار. إذا كي نحسب RT تاعي بحسب قيمة المقاومة تاع المولد، وهنا R1 معلومة، ندير فقط الفرق بينهما. إذا كيف نحسب قيمة المقاومة تاع المولد؟ راح دائما بتطبيق قانون أوم، ما تنساوش فقط أننا نذكر دائما بتطبيق قانون أوم، دائما هو اللي يسمح لي بحساب القيمة تاعها. إذا تساوي يوليتي على يوليتي، يوليتي معطى في التمرين اللي هو يساوي أو ويساوي 19 فولت. شوفوا معايا في المعطيات، يوليتي يساوي 19 فولت، إيليتي يساوي 0.269. إذا ما علي إلا تطبيق القيم، قلت 19 فولت وعندي إيليتي ماذا يساوي؟ 0.269 أمبير. إذا أطبق، إذا RT تاعي قيمة المقاومة تاع المولد تساوي نقسم 19 على 0.269 بالآلة الحاسبة، قيمة تقريبية نأخذها رقم واحد بعد الفاصلة، ثم ندير تدوير راح تخرج لكم 70.6. حذاري ما نكتبش الوحدات. إذا أخيرا بالتدوير إلى الوحدة راح تخرج لي تساوي، هنا ندير قيمة تقريبية، هنا ندير تساوي 70.6، كي ندوروها إلى الوحدة راح تخرج لي 71 أوم. هنا نكتب بالتدوير إلى الوحدة باش تفهموا من جات 71. دائما نحب ندير النتائج تاعي في إطار. إذا أخيرا ممكن استنتاج، إذا منه، إذا نقول منه R2 ماذا تساوي؟ قلنا R2 تساوي RT ناقص R1. إذا هي أفكار ممكن تجيكم في هذا الاختبار، ليس بالضرورة نفس التمرين، ولكن هي فكرة جد رائعة نستعملها لحساب أو نستعملها في تمارين أخرى. R1 تساوي 61 أوم، RT ماذا تساوي؟ إذا R2 تساوي 71 ناقص 61، تخرج لكم R2 تساوي 10. الآن ممكن ندير الوحدة، عفوا، إذا R2 حساب قيمة المقاومة 2 تساوي 10 أوم. السؤال الأخير من هذه الوضعية يقول استنتج ألوان الحلقات لكل من المقاومة الأولى والمقاومة الثانية. طبعا درس
يعني شفرة الألوان درته على الفيديو تاعي وشرحته بأبسط طريقة ممكنة كيف نحفظ الألوان. هناك خطة أو حيلة بسيطة فقط كيف نتعلم الألوان. ثم بعد ذلك شرحت بطريقة مبسطة ليشوف اللي يحب يراجع هذا الدرس، ما عليه إلا العودة إلى هذا الفيديو. شوفوا معايا وش عندي. عندي المقاومة R واحد تساوي 61 أوم. احنا عندنا أن في المقاومة باش ندير القيمة تاعها R واحد هي تكتب على شكل X Y. هنا ليس في، ولكن الرقم الأول يمثل اللون الأول، الرقم الثاني يمثل اللون الثاني عفوا، ثم بعد ذلك في 10 أس Z. هنا نستعمل هذه الكتابة، وزاد هذا يمثل الرقم الثالث. إذا ثلاث ألوان دائما. إذا مش راح نكتب، نكتب R تاعي على الشكل التالي. إذا الـ X تاعي هو 6، Y هو الواحد، نكتب واحد، ثم بعد ذلك في 10، هنا زاد تاعي هو الصفر، لأن دائما 10 الصفر هو واحد، كأننا ضربت 61 في واحد. أوم. الآن باش نجبد 6، نعلم أن الرقم الأول يمثل اللون الأول، اللون الذي يدل على الرقم 6 هو اللون الأزرق. هنا هذا اللون هو أزرق. إذا راح ندير بشكل بسيط فقط، ندير اللون الأزرق هكذا. إذا اللون الأول هو اللون الأزرق. ثم أتابع. الرقم واحد يمثل اللون البني، لازم تكونوا تحفظوا هذه الألوان. إذا ندير البني هكذا، البني، ثم بعد ذلك زاد تاعي اللون الثالث يمثل صفر. هنا زاد هنايا يمثل صفر. إذا نكتبه لكم X هو 6، Y يساوي 1، وزاد يساوي صفر. والصفر دائما قلنا هو اللون الأسود. إذا ندير ثلاث ألوان دائما هكذا اللون الأسود. أتمنى فقط أن يكون واضح. نتابع المقاومة الثانية. عندنا المقاومة الثانية هي 71 أوم. إذا قلت نكتبها على الشكل التالي، 7 واحد في 10 أس، هنا ما كانش زاد تاعي يساوي صفر. إذا X تاعي يساوي 7، ويمثل نكتب اللون تاعو، ثم Y هو 1، ثم زاد تاعي هو صفر. إذا 7 ما هو اللون الذي يمثل عدد 7؟ عفوا أعتذر، هنا ليس 71، أعتذر، هذه المقاومة الكلية. R2 تساوي 10 أوم، أعتذر منكم. إذا هنا زاد X تاعي هو 1، إذا أعيد، أعتذر ثم أعتذر. إذا X تاعي، شوفوا معي، X يمثل العدد 1، Y يمثل العدد 0، Z تاعي يمثل العدد 0. إذا R2 يساوي، ممكن كتابته على 10 في 10 والصفر. إذا X هو 1، Y هو 0، وZ تاعي هو 0. هنا العدد 1 في الألوان يمثل دائما البني. إذا هذا بني، هذا الصفر دائما أسود، وZ تاعي أيضا هو الأسود. إذا راح نتحصل على الألوان التالية. إذا بني، الرقم الأول هو بني هكذا، ضغط عليه باش تبان لكم، بني، ثم أسود، هذه هي ألوان الحلقة الثانية المقاومة الثانية، ثم أخيرا اللون الثالث هو أسود. إذا بني، أسود، أسود. إذا هنا بني، أسود، أسود، هذه هي ألوان حلقات المقاومة الثانية. أكتفي بهذا القدر لكي أقول لكم إلى الوضعية الثانية إن شاء الله قريبا. بالتوفيق للجميع، في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم، الضغط على الجرس ليصلكم ما هو كل جديد. سلام الله عليكم، نوريكم مرة أخرى الوضعية الثانية. طبعا صدقوني أنني إذا حاولت في الوضعية الثانية راح يجيكم الفهم أكثر سهولة وأكثر تركيزا وأكثر تثبيتا. سلام الله عليكم، بالتوفيق للجميع.